السلام عليكم، صافي عليكم، نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم الف خير. مهم بغيت نقول الاخوان اللي كيتفرج الفيديو يخليها واحد لايك وواحد تعليق كما قلت الاخوان، ودعموا اخوكم. المهم شي دراري قالوا لي ودي الوراق المطلوبه اللي يعني مطلوبه تما شي صوب واحد شهاده اقامه في البرازيل، الوراق اللي مطلوبين ولا خصهم يدوهم معاه، والوراق اللي مطلوبين راه معروفين هما، عندك شهادة العزوبة وعندك شهادة مدرسية وعندك حسن السير والسلوك وعقد الزياد، هاد الأربعة الوراق خصو يديهم معاك، حيت هاد الوراق ضروري خصو يكونوا عندك يعني قبل ما تمشي، يعني قبل ما تجي للبرازيل هاد الوريقات ديرهم تحت منك. ما كتصوب هاد الأربعة الوريقات في كتمشي للعمالة كتسمى لا بوستي، كدير لهم ليغيليزاسيو ديال العماله، ضروري تمشي للعماله باش كدير لهم ليغيليزاسيو. هذيك الساعه ملي كتصوبهم وكتصوبهم المسائل صافي، ديك الساعه كديهم معاك وصافي وكتشد الطريق ديالك كما قلت الاخوان. بالنسبه للوراق فاش غادي ينفعوك، غير ينفعوك في الزواج، تقدر تزوج ما بشي برازيليه، ولا غير ينفعوك في البروتوكول، شي اللي فاش غير ينفعوك تما، يعني الوراق مهمين يكونوا عندك، وجواز السفر يكون يعني توا يكون مجدد، يعني ما يكونش ما عندوش الاقلاميه بزاف يكون مجدد. المهم هذوما الاوراق اللي مطلوبين حاليا باش تصوب الاقامه البرازيليه ويسخر الجميع. المهم هذا فيديو كان خفيف، ونعاود نقول للاخوان عاوتاني اللي تفرج يخلي لي واحد لايك وواحد التعليق، واللي كان شي حاجه معلومه بغا شي واحد يخليها لي في كومونتير، وانا غادي نعطي المعلومات اللي يفيدو. هادشي اللي كاين، ونتمنى من الله التوفيق للجميع، ورمضان مبارك سعيد، نتمنى من الله يعني 15 يوم اللي بقات ان شاء الله تدوز علينا بالصحه والعافيه. وهادشي اللي كاين، مهم غادي ننتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غندوي على المواصلات ديال البرازيل، وكيفاش يعني تكون كيفاش تشد المواصلات تما، كيفاش تمشي تاكسي، كيفاش تركب في الطرا في الطوبيس، المسائل ديالهم تما. المهم اللي بغى شي حاجه الله يسخر ليه، وهادشي اللي كاين. تحيه ليكم، كنبغيكم بزاف، وحاولوا يعني تلونسون الفيديوهات، حاولوا يعني المعلومات راه كنعطيهم لكم، وانتوما يعني حاولوا نتوما تحفزونا باللايكات بالتعاليق ديالكم الزوينين. وتحيه لكم عند اخوكم، واي حاجه بغيتوها مرحبا من عند اخوكم ياسين، وتحيه لكم وعواشر مبروكه.